Que j'étais obligée de condamner parce qu'il n'y a pas d'eau. Et comme c'est bouché, comme c'est bouché, même que les gens ne sont pas bouchés ou qu'ils ont des roches. Non. Aslan, il y a une fuite qui est rejetée dans le tuyau. Ou les gens qui ont des roches. Dans moi, je me suis dit que je suis en train de faire mes tableaux, mes œuvres. Je suis en train وخا حيت كثر من النص ديال داكشي اللي مشى علاش حيت كلشي تقطع بالمولية كلشي يطلع كلشي مشى قاعدنا غير مولانا. السلام عليكم. انا ام عندي 48 سنه عندي وليد مريض حركي بزاف. من نهار اللي جينا سكننا هنا كانت الامور بخير وعلى خير حتى مولات الدار اللي عندها الوكاله شفرات لنا الموضوع وكنت مخلصاه باش انا طحت في انهيار عصبي ما قدرتش نوض نبقى نجري على راسي ولا نخدم لاني كنت فنانه كنخدم من الدار. ضاع لينا كل شيء كل شيء خناز بقينا حاضين غير اعصابنا الحاله ديالنا الشفاء ديالنا كنمشيو غير نتشافوا وندخلوا. طحت في واحد الكآبة 11 شهر وحنا بلا ما بلا ضو مشى لنا كلشي. بعت الصالون قبل ما يخناز بعت التلفازة بثمن رخيص بزاف. الثلاجة مشات تبعت حديدة حيت خنازت ماكينة الصابون تبعت غير حديدة عبار خنازت. أما الحوايج اللي كانوا عندنا المخاد لي زور كلشي تقطع بالغمولية حتى الا ما كانش الماء يدخل الدار كلشي مبوشي ما عندكش فين تغسل ديالك. الا بغيت نجيب الماء خصني نجيبو بعيد بعيد من هنا وكنهز واحد الكميات كبيره ما كنقدرش نغسل كلشي ونعتق كلشي. المطربه هي اللي بقات عندنا في الارض هي اللي بقات عندنا مطربه في الارض هي اللي بدات كتعمر مولية من التحت. ما بقوش عندنا حوايج مع الاسف بقاو عندنا غير ساكوشه وحده عتقناها ما قدرناش نعتقوا لي زور ولا المخد. واش نقول لكم وحسبي الله ونعم الوكيل. عندي عائله كبيره ما بغيتش كي عندهم ظروف وتا انا من عائله كبيره معروف ما ضروري ما هادشي غياثر على شي ناس كنعرفهم. وبقيت واحله هنا لان ولدي الا بغيت نرجع للخدمه خاصني نحطو في مدرسه تكون مختصه بداكشي اللي عنده باش نمشي انا نخدم. شنو عنده؟ هو عنده جوج المشاكل حركي بزاف كيشكل خطر على نفسه. عندي اوراق ديال الطبه ديالو وعنده بدايه خفيفه ديال التوحد وعنده صدمات يعني ما يمكنلوش يدخل اي مدرسه ما كيهضرش وخاصو الا دخل مدرسه اختصاصيه خاصو الحظية. واش هادشي اللي واقع لك اثرت على النفسانيه ديال ولدي ولكن انا اكثر. كيفاش كتعيشوا في هذا الخناز هذا؟ ما عندناش فين نمشيو. ندخلنا ما قدرناش ندخلوا. انت دخلتي دقيقه انا ما نقولش دقيقه ما قدرناش. المدخول اللي عندي القليل ديال السيمانه لولدي كنحطوه في باش نسقيو به الحيوط بسانيكوا وتيد باش ما نمرضوش شي مرضى ديال الجلد ولا شي حاجه خطيره. وخاص كل نهار نجيب الماء ونجيب وما كل لقينا فيه مشي ولا يضيفونا لان الولد فيه صداع فيه ما قدرش نكريو بيت مع شي ناس لان ما مقبولش الدري كيغوت اولا بزز مني نعطيه علاجات اللي كان كياخذ قبر باش نجمدو نجمد ليه عقله ما بقاش يتحرك يعني ما يمكنلاش نكرهو في اي بلاصه. وانا كنت باغا نرجع للدار البيضاء لان مدينه الدار البيضاء فيها الخدمه وفيها الجمعيات اللي كيتكلفوا بالاطفال اللي عندهم مشاكل بحال ولدي اللي عنده الله يلاه 4 سنين. هذه العائلة ما قدروش يهتموا بك
عائلتي عندهم حتى هما ظروف مع عائلتهم، هما عندهم ظروف مع عائلتهم، القضية شوية يقدروا، ولكن عندهم واحد المانع نقولوا نفساني مع العائلة الجديدة اللي تناسبوا معها. انت عندهم الوسواس، يمكن الوسواس، يمكن شي فكرة، انا ما كرهتش، ولكن ما يمكنليش نضغط عليهم، داكشي خصو يجي من عندهم. انا ما كرهتش، انا ما بقيتش قادة، صيفطت لهم في الصور وفي الفيديوهات. شنو كان ردة الفعل ديالك؟ كيتصحاب لهم انايا كنقدر نستحمل اي حاجه في الدنيا، وممكن لي نخرج راسي من اي حاله ممكنه في الدنيا، ولكن في هذا الوقت هذا انا كناخذ علاج ديال الاعصاب من دي 20 عام، عندي دبلوم ماركتينغ مانجمنت، فنانه في نفس الوقت، ممكن لي نتحرك نخدم، خاصني نحط ولدي في واحد دار تكون نقيه، ولو غير بيت كوزينه وساحه، حيت انا فنانه، ما طلبناش شي حاجه كبيره، عشنا في الخير كبير والحمد لله وشكرينه، غير ما بقيتش مستحمله هذه العياش انا حياتنا، وحلنا وعدنا حكم عندنا بإفراغ، حكمنا يعني إفراغ وما عندناش فين مشو، ما نستحملهاش لأن ما قدرش نحط ولدي وما قدرش نسافر به، ما عنديش الموافقة ديال الباب باش نسافر به على برا، عندي عائلة على برا، ما عندي خصنا الموافقة ديال الأب ديال ولدي باش نديه معايا. علاش الأب ديال ولدي مباشرة تاخد الموافقة؟ الأب ديال ولدي هرب من كنت حاملة به، هرب من كنت حاملة بولدي، لأن كان متزوج، لا مغربي، كنت متزوج مع مرة أخرى، ولد مع بنية وولد، وكان خايف لي تعرف هذا الشيء، وكان جوج بيا بالفاتحة مع واحد الناس في مكناس بالشهود، ولكن ذاك الشيء أنا هربت منه، من هربت منه لقيت راسي حاملة، الطبيبة قالت لي عندك آخر فرصة في الحياة، ما عنديش الحق، كانت عندي اخر فرصه في الحياه و جيت مزوجه بالفاتحه مع هذا السيد هذا، ما انا قبل هذا السيد كنت مزوجه في فرنسا ودخلت من فرنسا. لا، مع هذا السيد هذا قبل ما نعيق بانه مزوج وكل واحد داير دارو، وكل واحد ما بغاش يعني ما بغاش حتى يعتقل. ما بغيتيش على النفقه؟ ما بغيتش بولدو بمره؟ لا، انا سمح فيه وانا حامله، وزحفت من كنت حامله، الطقاقاس ليا النيرسياتيك الدري صغير هو والانثى ديالته اللي ماتت لي في كرشي، كانوا كيقيسوا لي النيرسياتيك، وما كنتش، كان كيضربني الضو، ما كنتش كنقدر نتحرك من الفراش نهائيا، يعني حتى النعمه ما كانش كيمدها ليا، يعني من نهار اللي ولدت كنت انا عود وهو تزاد عود. والعائله ديالك من شافت هذا الوضع كاين شي مشكل عايشه فيه، ما قدرش يعني تعاونك تب كنا في دار او ديول دك غير على الاقل تي شي مؤسسه اللي يوقفوا معاك فيها، علاش ما يقدروش يديروا؟ علاش ما عارفين العائله ديالك لاباس عليهم؟ والعائله كبيره وقاريين غير عندهم الناس اللي مناسبين معاهم، خافوا ربما لا ندخلوا عليهم ما ندخلوش عليهم بخير، ولا ما عرفتش، الله اعلم، ما بغيتش ناثر عليهم ولا نبزز عليهم ولا نضغط، كنقول داك شيء امر الله، خصك تجيب الخاطر للقلب ماشي تجيب حاجه اخرى، ما ياخذوش عليا شي فكره، انا ماشي غرين دايزر، ما كنصنع شي حاجه ما كايناش، واخا قاريه واعيه الظروف انا ما بقيتش كنقدر نستحملها. واش عائلتك ابدا؟ لا ابدا ابدا، لا لا ابدا ابدا، انا اصلا كنت مزوجه في فرنسا وهربت من راجل من فرنسا ما كانش كيتعامل معايا مزيان ابدا. انا قدمت ولدي لبابا، هذا اجنبي اللي كنتي مزوجه به في فرنسا؟ اجنبي. طلقتي منه وجيتي للمغرب؟ هربت من المغرب وطلقنا في الغيب، طلقني في الغيب لان ما كانش صالح، كان في الطمع، من عرف العائله عائله كبيره كان طامع فينا، والاب ديال ولدي غير كان وقف معايا في واحد الاوقات ديال الحزن وديال الالم وصافي، قدمني لعائلته في واحد الطرف ديال العائله في مكناس، وها باش بدات الحكايه ديالنا، القصه ديالنا. دابا عائلتك اللي كانوا كيشوفوا هاد الوضعيه، حتى واحد ما يبغي بنته ولا اخته ولا حتى بنت عمته ولا بنت خالته في هاد الوضعيه،
هكر نسابي وهذا يقدر يدير اي حاجه مستحيل باش ينقذ كبده من الكبدات ديال كيقولوا راه ربما الام ديالها وخوتها يقدروا يعتقوها، ولكن خوتها راه مشاو على برا، والاخت واحده اللي بقات عندها ثلاثه كبار في المغرب. هذا الام ديالي اللي مريضه بزاف، ممكنش تخلص طريطات وتجي تعاوننا. والاب ديالي اللي عنقني وشفته مؤخرا هذه شهرين، قال لي غنقلب لك على شي حل لمرتو، ما بغاتش، رفضات. وإلا واخا يمكن لهم فرمشة عين يعاونونا، ما قدرش نضغط عليهم. قال لي تكون انتي بنتي وغتبقي بنتي. قلت لي انا كنطلب منك غير السماح بابا، جيتنا عندك ماشي باش على فلوس، انا كخصك تطلب من الوالدين السماح في الدنيا قبل من الاخره. رغم انك تجي مكرفصه. واخا انا مكرفصه، طلبت منه غير السماح، ما طلبتش منه فلوس، لان احنا شبعان خير. قال لك الا كان تقدر تصور اي حاجه توقع عليك كتقول لي اللي جات من عند الله مرحبا صافي. من هما كيقولوا يمكن انا قويه لدرجه انني نقدر نخرج راسي من هذه المحنه، ولكن انا ما بقيتش قاده بزاف، حيت انا براسي مريضه. شنو المرض يعني؟ اعصاب. مرض نفسي. مرض نفسي ديال الاعصاب قوي جدا. وزاد كفاس حالي في هذا السكن من شفرات لنا الماء والضوء، حنا مخلصين وعندي الادله. مرض تكسر، مرض ولا حاجه حاضنه صحتنا، حاضيه صحتي، ما قدرتش نرفع عليها هي مباشره دعوه في مرا كبيره. تسنيت تفت الاوان، ما قلتش كنت باغا ندخلها للحبس، ولكن من جيت حطيت الشكايه ما كانش مول الدار حقيقيه، مول الدار حقيقيه عاد دعاني، ما مشاو لينا حوايجنا كاملين، ما عندنا لا ازار، كلشي تقطع بالغموليه. دابا كنشوف عينك بالدموع. لان هادشي كيضر في القلب، كيضر في القلب. خويا انا من عائله كبيره وقاريه وواعيه، وكنت دائما الفوق. علاش جيت للمدينه اللي تزاديت فيها باش نولد فيها ولدي؟ بغيت نولد في المدينه اللي تزاديت فيها. علاش حطموني في المدينه اللي تزاديت فيها؟ وانا من عائله كبيره وواعيه وشبعانه، وما كنطمع حد وما كنبغي نتكرفص على حد. علاش وصلنا حاضين غير الحاله النفسانيه ديالتنا؟ هاد الولد ما عندي الحق لا نحطو في خيريه ولا في جمعيه، لان عنده امراض نفسانيه وما قدرش نسافر به على برا، ولا واخا عندي عائله على برا، لان ما قدرش نمشي بلا به، نموت وما نمشيش بلا به. لكن اجراءات قانونيه تقدر. لم خاص الاب ديالو يعترف به ويعطيني الموافقه. ما يعترفش به، تعترف ببنتي ودير الحل المدنيه. انا سيدي مرضو بقوه ما كنجمع الميكروبات باش ولدي ما يمرش ليا شي مرضى. يديها واش كديروا حتى تنعسوا يعني؟ صعيب هادشي. واش فين غنمشيو؟ مشي واحد الجامع فين نمشي؟ بقى حد كلشي مشى من الحجر الصحي، كلشي مشى على برا بشحال فرنسا. فين نمشي؟ فين نمشي؟ ما كنتش باغا نعيط للصحافه لان راه، ولكن دابا راه بزز مني، عندنا افراغ. فين نمشي؟ خرجوا للزنقه. فين نمشي؟ قريب غيسالي رمضان صافي، غتوصلني ورقه من غدا. صافي ما عندناش فين نمشي. اللي بنعرف تشرب صافي. داكشي اللي كاين ليساتك الاب ديالك اللي كان كيشوفك دابا، وحتى العائله ديالك. انا عارف انا بصراحه، خلي العاطفه بصراحه، شنو تبغي تقولي لهم باش على الاقل ينقذوك من التشرب؟ انا الام ديالي ما عندي ما نقول لها. الام ديالك الله يحسن العوان، زعما نفسانيا ومعروف، وبغيناش نذكروا الاسم ديالو احتراما ليه. انا كنقول البنت ديالو راه كتعذب وكتقطع، هو حاس بيا يدخل وشافني يدخل يشوف خير ثانيه، ما نقولوش خير غير ثانيه، يشوف البنت ديالو فين عايشه، راه واخا يكون يهودي يجي يخرج بنته. كلمه لي بكل صراحه، انت كتبكي. هو راه باغي يعاوني، ولكن ما حاولش يقنع مرته الجديده باش تعاوني. قنعي انت دابا. انا شوف انا حاولت نقنعها بجميع الطرق،
بني إنسانة طيبة وما عندي باش نأديهم، وأنا كنت اعترفت بالجواب ديالهم، داكشي اللي جعل القلق ما بين خوتي وتفرقنا أنا وخوتي، حيت اعترفت بالزواج ديالهم، لأن هذه الحياة أنا ما عنديش الحق، ماشي أنا اللي غن ما عنديش الحق نقول لهم تزوجوا ما تزوجوش، تفرقوا ما تفرقوش، الوالدين رساتك الأب ديالك والزوج ديال الأب ديالك. أنا كنقول الأب ديالي بغيتك تكون سعيد واخا ما تعتقنيش، بغيتك تكون سعيد واخا ما يعتقنيش، كنقول لمرتو كيف ما وقفت معاك وانتي ما كان عندك والو مع داك الراجل وجي طليت عليك ومشات ليها عائلتي كلها، ما تنسيش داك النهار اللي جيت وقفت معاك، ما تنسيش.